عودة نيكولاس إلى أينغول، ماذا بعد ذلك؟ غدر جيركوتاي، هل هو حقيقي أم مجرد خطة؟ مصير مالهون، غينجي والخطة المدروسة مع جيركوتاي، كل هذا وغيره سنراه في هذا الفيديو. لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس حتى يصلك جديدنا دائما. غينجي في خيمة القفص، أهي خطة مدبرة من عثمان أم أنه بحق؟ غينجي قد قصر في مهمة ما قد أسندها إليه عثمان. سنحاول فهم الأمور من الإعلان الدعائي الثاني. نبدأ بالاحتمال الأول. كما نرى في الصورة، قامت معركة بين مقاتلي عثمان بقيادة جندز مع البيزنطيين، ويبدو أنهم قد قبضوا على أسير مهم للروم وأوكلت مهمة حراسته لغينجي وفشل في ذلك، ومن ثم أدخل إلى السجن. الاحتمال الأول يقودنا مباشرة إلى الاحتمال الثاني. قد يكون غينجي وعثمان قد ابتعلا مسألة السجن للإيقاع برجل توغاي من جهة، وجعله يصدق أن جيركوتاي ما زال مخلصا للمغول، وخدع عثمان من جهة أخرى. في الوقت الذي كان فيه نيكولان الأسود توغاي، كان عثمان يعد العدة لإفشال ذلك. نيكولا عاد يبدو عليه مظهر الشراسة والغضب، هذا الغضب الذي سيجعله لا يرى أبعد من قدميه، وسيقع في شباك عثمان قريبا. عثمان فهم أن توغاي رجل قوي وذكي، فوجب عليه العلم بكل تحركاته صغيرة كانت أم كبيرة حتى يقضي على خطته في مهدها. ولذلك جعل جيركوتاي جاسوسا له عند الشامان الأسود بأن جعله يتظاهر بالإخلاص للمغول. من هاجم عثمان في القبيلة؟ كما نرى في الصورة، المهاجمين متنكرين، ليس لباسهم لباس المغول ولا لباس الروم. أم هم الاثنين معا متنكرين في زي الأتراك؟ يمكن أن يكونوا أتراك الكومان، والذين كان جوكتوك قائدهم بعد مقتل طارغون، وتحالفوهم كذلك مع أعداء عثمان وجاءوا للانتقام منه. وجود توغاي في هذا المشهد قد يوحي أن الحلف الرومي المغولي قد فعل بسرعة. توغاي يهاجم سوغوت بينما الروم يهاجم القبيلة. مالهون تقع ثانية في قبضة توغاي، ويبدو أنها هي من تتقفى أثره لأخذ انتقام أبيها. لكن كما يعلم الجميع، لن تكون نهايتها على يد الشامان الأسود توغاي.